الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، لا يجب في أصح قولي أهل العلم على المرأة أن تستر كفيها في الصلاة، فالكفان ليس بعورة في عورة الصلاة، لكن سترها لكفيها أفضل وأكمل. ومن المسائل أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدم المرأة، ما الحكم لو صلت المرأة وقدمها منكشف؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والقول الصحيح عدم وجوب ستر القدمين لعدم وجود الدليل الدال على سترهما في الصلاة، فالكفان والقدمان من العورة في باب النظر وليس من العورة في باب الصلاة. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الأحناف خلافا للجمهور، فلو صلت المرأة وكفها منكشف لصحت صلاتها، ولكن سترها أفضل، ولو صلت المرأة وقدمها منكشف لصحت صلاتها ولكن سترها أفضل.